المسلم يعني يجمع إذا كان يعني مسافة بعيدة فلا يسمع الإنسان يعني السلام، فيشير يقول السلام عليكم بهذه الطريقة، هذه طريقة صحيحة، يقرن الإنسان بين اللفظ والإشارة. أيضا أخي لطفي، أيضا الإنسان لا بد له أن يحسن في الرد إذا يعني وبذل السلام، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا لم يعني إذا لم ترد عليه يعني بالأحسن والأفضل فبالمثل يعني، أو ردوها كما قال المولى سبحانه. ما حكم الشخص الذي لا يرد كليا؟ لا يرد السلام، نعم رد السلام واجب أخي لطفي، من الواجبات. الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا، هنا الأمر كما هو معلوم في علم الأصول يفيد الوجوب، الأمر واجب هنا. نعم الإنسان هذا يؤثم، نعم هذا يؤثم إن ترك هذا الأمر، لأنه هذا فيه فضيلة أخي لطفي، فيه فضيلة. الإنسان ممكن لعله لأسباب لا يرد السلام، ممكن أقل ما يقال فيه أنه تكبر، فهمت؟